بشوشه كده ولذيذه، ولما قعدت اتفرجت لها على كام فيديو حبيت الكلام واقتنعت بيه، وقلت بقى ايه تنورنا هنا نفهم الحكايه ايه. استاذه روى عمر منورانا. ميرسي، اهلا بيك. عايزه اقول لك انه مبدئيا اسمك غالي جدا عندي، لان واحده من اصدقائي القريبين اللي بحبهم اسمها روى. انت شرف ليا، فانا اللي اتشرف بحضرتك والله. مرسي. طبعا استاذه روى استشاري علاقات اسريه. بصي ست الكل، عايزين نتكلم مبدئيا عن لغات الحب. والحب ليه لغات؟ أكيد أكيد. طب إيه هي لغات الحب؟ قبل ما أتكلم عن اللغة نفسها، عايزة أتكلم على فكرة إنه كل حد جواه في رصيد أو بنك للعواطف. ربنا خلقه لنا جوانا عشان كل ما حد يكلمني، لو حد كلمني كويس أو إداني حاجة بوزيتيف، أنا ببقى فاهم إنه اللي قدامي ده بيحبني، أو لو عاملني بشكل مش كويس هبقى فاهم اللي قدامي ده مش بيحبني. بيكلمني بقى ازاي، بيعمل لي ايه، لغايه لما ببتدي شويه بشويه الرصيد عندي يعلى، فيبتدي يبقى عندي عواطف اكتر للشخص ده، وغصب عني عايزه احس ان انا عايزه اديله حنان، عايزه اقعد معاه وقت اكتر، عايزه احس بشويه رومانسيات من ناحيه البني ادم ده. فبنبتدي يحصل اول تعلق ما بين الاثنين شويه، وبنتجوز وبيحصل ان انا خلاص تمام انا مع الشخص ده، وبعدين شويه بشويه بيحصل فتور حياتنا. ليه؟ علشان اللي حضرتك كنت بتذكريه دلوقتي، لان انا في الاول انا ملبوخه في الفكره نفسها والشخص نفسه، بس بعد شويه الرصيد بتاع العواطف بتاعي اللي جوه ابتدى يقل. فطب انا هحط الكريدت بتاعي ده، او هحط يعني اعمل ايداع في البنك ده ازاي؟ لازم احطه بالعمله اللي الشخص اللي قدامي يفهمها. فانا طول النهار كراجل عمال اجيب لك هدايا واشتري لك الخضار وبعمل لك كل حاجه واجدد لك الرخصه، وانا مش عايزه كل حاجه، انا عايزه بس اسمع حبيبتي انت وحشتيني، او عامله ايه دلوقتي، او عايزه اسمع. فزي ما حضرتك تفضلتي في الاول، هم خمس لغات مشهورين جدا، اي حد بيدخل على اي موقع مواقع النت ممكن يعملها ويبقى عارف ويبقى مريح نفسه من الاول وعارف اللي قدامه بيتكلم ازاي. هي يا اما هدايا، يا اما احب اقضي معاك وقت كويس، وقت فيه كواليتي عالي، يا اما فيزيكال تاتش. والفيزيكال تاتش الناس كلها بتتخيل انها طبطبه والحنيه وبس، لا، الشخص لغه الحب الاولى عنده انه يبقى فيزيكال تاتش، او يعني يبقى فيها شويه لمس، فده شخص بيبقى شاطر جدا 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 في قرايه الوش والجسم، البادي لانجويج والفيشل اكسبريشنز بيفرق قوي معاه. فهيفرق معايا قوي لو انت داخل البيت او هي داخله البيت وابتسمت اول ما شافتني، انا مش عايز اكتر من كده، او طبطبت عليا اول ما جيت، حاجات بسيطه قوي. فدي تالت لغة. رابع لغة هي لغة الكلام الحلو، الإطراء بشكل عام. وآخر حاجة هي حضرتك نسيتي الأفعال. الأفعال. لو أنا بتكلم لغة، أوكي، أنا مثلا بتكلم لغة إن أنا مثلا أثني على حد انا بحبه، انت شكلك حلو النهارده، ايه اللبس الحلو ده، تهبل وانت لسه طالع من الجيم، وانت رايح الشغل ايه الخطاره دي وبتاع ومش عارفه ايه، وهو بيتكلم بلغه اخرى لغه الهدايا. فانا عندي مشكله ان انا لغتي الكلام السمع، وهو اللغه عنده انه براكتيكال، انه لا، ما حدش يكلمني حلو، حد يعمل لي حاجه حلوه، بلاش الهدايا، حد يعمل لي حاجه حلوه. ازاي نخلي اللغتين يتفقوا مع بعض؟ لانه ساعات كتير قوي بنسمع، وانا مصدقه بصراحه في الموضوع ده، انه ممكن يكون اللي قدامي بيحبني بس بيحبني بطريقته. ازاي لغتي تتفق مع لغته، وازاي لغته تتفق مع لغتي، فنبقى بنتكلم نفس اللغة. أول حاجة لازم أعرف لغة اللي قدامي إيه، دي حاجة مهمة جدا جدا جدا، لأنه المعرفة هتأثر عليا نص المشوار. فلو هو شخص زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي إنه بيحب الهدايا، فأنا مهم جدا إنه لما يجيب لي هدية أنا أثني عليه، أقول له شكرا إنك عملت دي، مش
انت برضو جبت هديه، انا كنت عايزه اخرج خروجه حلوه النهارده، انا كنت عايزاك تقول لي شكلك زي القمر، وات ايفر. فلما ابتدي اعرف اللي قدامي بيتكلم انهي لغه، هبتدي لما اللي قدامي يقدر لغتي اديله زي ما هو عايز. لما اللي قدامي قدر لغتي تمام اديله اللي هو عايزه. فهو لو لغته الهدايا، لو لغته الهدايا هو عارف ان انا لغتي كلام، فانا هقول له شكرا للهديه، ويمكن كمان اجيب له هديه كويسه جدا، فيبتدي يقول لي شكرا للهدايا، يبتدي يوعى انه ده، او يبقى عنده شويه وعي يتعامل معايا ازاي. لانه رصيد الحب اللي كنا بنتكلم عنه ده بيزيد بنوعين من الكريدت. واحد ان انا اكلمك لغتك، اتنين انك تقول تشكريني على لغتي. في ستات كتير بتشتكي انه جوزها مش عايز، مش عارف، مش عايز يتكلم لغتها. تسمعي الست بتقول انا قلت له مره واثنين وثلاثه واربعه، انا بحب اسمع كلام حلو، صحيح، بحبك لما تيجي مثلا من باب البيت تحضني، تلمسني، التلامس اللي حضرتك كنت بتقولي عليه. ورجاله كتير قوي بترفض اللغه دي، لان هم عندهم لغه الفعل. انا بصرف على البيت، انا بصرف على الولاد، انا بجيب، انا جبت لك، انا عملت لك، فهي دي لغته. لكن هي اللغه بتاعتها انها عايزه تلامس، عايزه. نعملها ازاي؟ نقرب اللغتين دول ازاي؟ اوكي، اول حاجه انت لما تديني حاجات وانا ابتدي افيض عليكي بالكلام، يعني هو زي ما حضرتك بتقولي بيجيب كل حاجه البيت وبيعمل كل حاجه بتاع، لو انا ابتديت اقدر الموضوع ده واكلمه بنفس لغته، هو نفسه هيبتدي يحس انه طب انا اساعدك ازاي، طب يلا نتكلم لغتك بقى، طب نجرب كده. ولما يبتدي يتكلم لغتها هي بيلاقي رد فعل كبير جدا منها، فايه ده، ده انا لما قلت لها كلمه حلوه النهارده عملت لي الطبخه اللي بحبها جدا، وتقفر بقى، فيبتدي يقول كلمه تانية حلوه، تبتدي هي تعلمه، تبعت له تكست مثلا، مسج في النص، يبعت لها فيرد عليها، فهي بتعلمه بالراحه من غير ما تطلب. لان احنا عندنا مشكله كبيره قوي في الطلب، احنا بنطلب بشكل اتهام، انت عمرك ما قلت لي كلمه حلوه، انت عمرك ما بصيت لي بقى، انت عمرك ما عمري، يعني احنا عايزين نقلب الحوار من انت عمرك لي انا حاسه، انا حاسه ان احنا بعاد عن بعض قوي كده، انا حاسه ان بقالي كتير قوي ما سمعتش كلمه حلوه، انا حاسه. فلما ابتدي اقول انا حاسه، الشخص اللي قدامي لما بتكلم على احساس بيبقاش في مكان هنا لللوجيك، لانه المشاعر ملهاش اي علاقه بالمنطق، فهو يبتدي يهدى، يبتدي عنده حاجه اسمها يبقى في امبثي، يبقى حنين، فيبتدي يتفهم. فاحنا بنبتدي بشكل تعاطف. تعاطف، برافو عليكي، بالظبط هو ده الحقيقه. اديني مثال لزوجه بتشتكي من زوجها ان هو اللغه بتاعته افعال وليست اقوال، وهي اقوال، فهو دخل عليها النهارده فهي نفسها في هذا النوع من التلامس. تمام، تقول له ايه؟ هي عايزه كلام، هي ولا عايزه طبطب؟ طبطب. طيب، في مبدا عايزين نلغيه بقى في الجواز، اللي هو الاهتمام ما بيطلبش وكده. لا يا جماعه، الاهتمام بيطلب والله. يعني الناس ما بتعرفش لغايه لما تقول لها. فانا بتخيل ان الشخص ده داخل على مراته وبيديها الهديه. انا بتخيل، انا اول حاجه هقولها لها انه طيب عملتي ايه؟ لا، مش بيديها هديه. اوكي، هو بيعمل حاجه، هو شايف انه 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 هو عامل اللي عليه، لان هو بيصرف كويس وبياكل كويس وبيشرب كويس وبيجيب لها كل طلباتها، هي دي الحياه. فهي النهارده عايزه جوزها يبقى في نوع من التلامس. هو دلوقتي داخل عليها يطبطب عليها، هو نفسه ان هو يطبطب عليها، تمام، يبص راسها، يبص ايديها، ياخدها في حضنه. جوزها يحصل ايه يعني؟ انت هي تروح تقعد جنبه، حلو، لانه الشخص اللي اصلا اللي بيحب الفيزيكال تاتش بيحب القرب اصلا، يعني تلاقيه قاعد جنبك وهو بيكلمك يحط ايده على رجلك، ده الشخص ده. وتبتدي هي تعمل كده. يعني احنا ساعات بنتكسف ونبقى مستنيين بقى يلا اعمل اللي انا عايزاه، فاهم؟ يعني يلا بقى، يعني انا اديتك كل حاجه فاديني بقى اللي انا عايزاه. طب ماشي، ازاي؟ علميني. فانا لو جيت اقعد جنبه انا هبتدي اخد الحاجات دي على فكره، وطبطب عليه، وممكن يعني اقعد
جنبه قوي، نتفرج على التلفزيون، نحط حاجه نتفرج عليها، نقعد احنا الاثنين في مكان نعمل بوب كورن، وابقى قاعده انا قريبه منه. ده شويه بشويه هيخلي الشخص اللي قدامه حاسس انه هي مبسوطه كده، طب تمام انا مش مضطره اعمل كل الحاجات التانيه دي، وهي ما تبقاش مبسوطه بيها زي الانبساط. فاحنا بناخد بالنا، ولما بناخد بالنا بنبتدي عايزين ندي تاني، بس لازم ابذل مجهود. كنت لسه هقول لك، هل ده نتيجه متوقعه من المره الاولى ولا الثانيه ولا الخامسه ولا العشره ولا النمره يعني كام؟ الجواز ناجح شغل، العلاقه الزوجيه الناجحه شغل من الطرفين مش من طرف واحد. على قد ايه؟ على حسب الرياكشن، يعني كل كابل واقدرش احكم عليهم زي الكابل التاني. بس اقدر اقول لك حاجه، انه جوتمان مثلا قال انه العمل السيء الواحد، او لما تسحب من الرصيد مره واحده بخمس حاجات بوزيتيف انت بتحطها في الرصيد، خمس ايداعات. يعني سهل قوي ان انا اقعد ابني حاجه ايجابيه جدا بيني وبين مراتي في علاقتي بيني وبينها وتقع بغلطه واحده، تقع بمنتهى السهوله. فعشان كده انا دايما لازم ارمي لبعيد، يعني لازم. يعني هو كمان بيقول انه مثلا السؤال اليومي على مراتك او السؤال اليومي على جوزك، عملت ايه النهارده في الشغل، اخبارك ايه، احسن بكتير منك مثلا تكون عامل لها حاجه كبيره جدا يوم عيد ميلادها. هي محتاجه كل يوم يبقى في حد بيطبطب وبيدي رصيد صغير صغير، عكس الراجل. الراجل لو اديتي له دفعه واحده كبيره يقعد عليها حبه، يعني يعني ممكن يصبر عليها. الست مش كده، الست دايما محتاجه، دايما محتاجه عنايه. فهي هو شغل شغل. هل لغات الحب ليها علاقه بطريقه التفكير الراجل والمراه؟ يعني هل الخمس لغات اللي حضرتك قلتيهم فيهم مشترك كتير من لغات السيدات والبنات وفيهم مشترك كتير للرجال؟ ما اقدرش اعمم، بس من خلال تجربتي، يعني احنا بنربي الولاد الذكور يعني الصبيان ان انت لازم انت اللي تجيب حاجات البيت، انت اللي تبقى مسؤول، انت الراجل، انت بره البيت وهي جوه البيت. فدايما عندهم فكره الافعال يبقى انا راجل. والبنت دايما محتاجه الكلمه، محتاجه الطبطبه، محتاجه. يعني انا معظم الوقت اللي انا بشوف فيه ناس مثلا عندهم مشكله او خلاف بيبقى دايما الراجل لغته الاولى هي الافعال، وانا اظن ان ده ليه علاقه بالتربيه بتاعتنا. اما البنت ممكن تبقى الحقيقه اكتر حاجه كنت بسمعها لغايه دلوقتي، الله اعلم يعني خبرتي مش خمس ست سنين يعني، بس يعني شفت ناس كتير قوي، يعني عندي اكتر من 700 ساعه شغل. فالبنات بتبقى الحقيقه عايزه كلام، عايزه تسمع كلام، عايزه تسمع. هي اللغه دي صح؟ اصح لغه في الخمس لغات الحب ايه؟ مفيش حاجه اسمها كده. ما ينفعش اقول الانجليش احسن من العربي، احسن من الفرنش، احسن من الالماني. كل لغه حسب الشخص اللي قدامك. لكن نقدر نقول ان اللغه الانجليزيه هي لغه الدرجه لمعظم بلاد العالم. صح صح صح. طيب في اكيد لغه في الخمس لغات هي اللي ممكن تنجح مع معظم الناس. بتفرق حسب المكان، يعني مثلا هتلاقي عندنا احنا العرب وفي مصر وبتاع، فكره الاكتف سيرفيس دي من اكتر الحاجات اللي الراجل مشهور بيها، ان هو انا بعمل حاجات، انا فاتح البيت، انا جبت لها ما اعرفش ايه، انا مش مخليها محتاجه حاجه، هي عندها حد بينظف، حد بيطبخ، عايزه ايه اكتر من كده؟ ده الكلام اللي بيقولوه رجاله، هي عايزه ايه اكتر من كده؟ لا انا مش عايزه ولا حاجه من الحاجات دي. لا انا عايزه الحاجات دي على فكره، باي ذا واي انا عايزاها، بس مش هو ده اللي بيخليني عايزه اديلك حاجات مهمه قوي، زي عايزه اديلك حنان، عايزه اديلك احتواء، عشان دي دايما الشكوى، هي يعني ما بتحتوينيش. عايزه اديلك وقت بالنسبه لي ثمين، الحاجات دي مهمه قوي، لازم اوصل لرصيد معين بيفرق من شخص لاخر عشان اقدر اديلك ده. مظبوط. ازاي نقدر؟ ده طبعا برنامج اسمه هي وبس. ايوه. وهي اللي بتتفرج عليه، اللي بتتفرج على حضرتك دلوقتي فاهمه وعارفه ايه لغه الحب بتاعها. اها. تقدر هي تستعين بمصدر ثالث كأم، كصاحب، كصاحبه، كأخت، كأخ، لتحويل مسار لغه الحب الراجل ليها، يساعد اكتر انه لغته تتحول ليها. يعني هي لو مش قوية الشخصية، لو صعب انها تعمل الحاجات اللي حضرتك بتقوليها، لو جربت كزوج وتقعد ويحصل اللمس وانها تحضنه وبتاع وما جابتش نتيجة، هل في استعانة
بأب أو أخ أو حاجة تقول له يبتدي يشاور له إنه هو ده اللي هي عايزاه؟ هو هيفرق معاه يعني هو بيسمع من مين؟ لو شخص قريب بيسمع من مين؟ في ناس ما بتفتحش المواضيع دي مع حد، لو حد قريب منه، لو حد يعني في ناس بالنسبة لها دي حاجات خطوط حمراء، أنت بتكلمني عن بيتي، فدي بتبقى مشكلة. بس الحقيقة في ناس تانية لا، في ناس تانية بتستجيب وبتسمع من مثلا مامته، من باباه. يمكن الراجل لما بيسمع من الراجل بيبقى الموضوع بالنسبة له مش ضعف قوي، يعني بالنسبة له الراجل طب ما أنا راجل وبعملها. ف ازاي ازود رصيد حب خلص؟ حطيلي زود رصيد حب خلص. الاول يبقى عندي استعداد ان انا افتح البنك تاني. التاني هستنى لغايه لما يتحط رصيد ايجابي ايجابي ايجابي، لغايه نقطه معينه هبتدي اقدر استحمل ان انا ادي تاني. بس ساعات بنبقى بنسحب على المكشوف بقالنا كتير قوي، فانا بقى عايزه الحساب يتغذى بالفوائد القديمه بتاعته وما تستناش مني حاجه لغايه لما ابقى قادره اديك. اصبر. ودي مشكله عند الرجال اللي هي انهم ما بيصبرش. احنا النهارده في خلاف، يعني كتير قوي بشوف عندي في المكتب انا في خلاف، ما انا خلاص انا قلت اسف ما ترجع بقى البيت. لا مش هينفع، هي مش عايزه ترجع البيت. ليه؟ لان هي حاسه ان هي مبسوطه قوي كده وهي قاعده في بيت باباها، كل يوم انت بتعدي عليها وبنخرج، فعماله تاخد الكريدت بتاع الخطوبه تاني من غير الالتزامات بتاعت انها تبقى زوجه تاني. فهتفضل تدي وهتصبر وقت ما لغايه لما ربنا يفرجها عليك كده وهي تحس انه لا انا ممكن ارجع. وبيحصل بس بياخد وقت، هما نفسهم قصير شويه. السؤال الاخير، لو في لو في واحدة حاسة انه رصيد البني ادم اللي قدامها خلص، اوكي عفوا لقد نفذ رصيدك، ولكن هي مش عايزة تمشي، عايزة تدي فرصة تانية، حلوة. فهل فكرة انها هل هي تقدر تغذي رصيده عندها من غير ما هو يعمل مجهود او هو يعمل حاجة، ولا دي تبقى عفوا عباطة؟ طب هقول لك حاجة، في حاجة أساسية عندنا بنقولها، يعني عايزة تتكلمي عن الحاجات الكويسة اللي في جوزك، تكلمي عنه عن حاجتين كويسين وحاجة وحشة فيكي هو مستحملها. وحاجة وحشة فيكي هو مستحملها، لأنه ساعات إحنا بنحس إن إحنا ضحايا لدرجة إنه بننسى كل حاجة حلوة حصلت. فأول حاجة مثلا بنعملها إن أنا ببتدي أسألهم، طب مثلا سؤالك أنت اتعرفتوا على بعض إزاي؟ طب شفتي فيه إيه حلو؟ طب إيه اللي عجبك فيه بعد ما اتجوزتي؟ طب إيه الحاجة الحلوة اللي اكتشفتيها بعد الجواز؟ أنت حضرتك مش متخيلة الوش بيتغير إزاي؟ هتبتدي ترجع بقى لورا وتركز في الكلام الحلو، تلاقي وشها كله شرق، وبعدين بيبقوا قاعدين كده زيي، تلاقيهم قاعدين كده يعني بيبقوا عكس بعض، بعدين بتبتدي بيعملوا كده. فأنت من البادي لانجوج بتبتدي تفهمي إنه إحنا ابتدينا لين. فاحنا محتاجين نفتكر الفضل اللي بيننا، الحاجه دي مهمه قوي. ولا تنسوا الفضل بينكم. بالظبط، صدق الله العظيم، حقيقي يعني الفضل اللي بيننا ده بيفرق كتير قوي يعني ما بيننا وبين بعض. وابتدي ابص البني ادم ده انا خدته ليه اصلا من الاول؟ عشان حاجه كذا وكذا وكذا وكذا. احنا بنتغير واحنا لازم نقبل فكره ان احنا بنتغير. فانا ممكن اقبل الشخص الجديد بالتغييرات بتاعته لانه في حاجه قديمه حلوه انا خدت الشخص ده عشان. نورتي الدنيا كلها، ربنا يخليك، نورتينا النهارده، ميرسي. استاذه روبا النهارده نورتنا، عشان انا قريب جدا حضرت خناقه لزوج وزوجه، يعني اعرفهم اصدقائي، فهو بيقول لي هي مش فاهماني، واحد بيتكلم صيني والتانيه بتتكلم هندي، مش فاهمين بعض. فانا سكت كده، رحت هي موقفه كده، رحت قلت له علشان احنا وي توك او سبيك ديفرنت لانجويجز، بنتكلم لغات مختلفه. فانا كنت سمعت في البرنامج هنا من 5 6 7 سنين كده انه في
different type of love أو أنواع مختلفة للحب أو في الحب. صحيح. لما كنت بتفرج على فيديوهات بتاعت حضرتك ف I relate، قلت لأ يبقى احنا نتكلم عن التوبيك أو عن الموضوع ده وحضرتك اللي اتكلميني عليه. ميرسي جدا، جزيل الشكر لحضرتك، نورتينا. شكرا ليكي والله، شرفتي. الحبيبات، فاصل قصير جدا نرجع لكم من هنا وبس.